السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو رقم 3 من كورس بديل الحضانة كل المواد. النهاردة إن شاء الله عندنا حصة إنجليش وعربي. تعال نراجع بس الأول على اللي خدناه الحصة اللي فاتت أو الحصتين اللي فاتت، ولو محدش لو في حد جديد معانا أو عايز يتابع الكورس من أوله ادخل على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة تشغيل كورس بديل الحضانة كل المواد، هتلاقي فيه الحصتين اللي فاتوا لو حابب تكمل معانا. تعال نراجع بس الأول، لازم نعمل وورم أب. وورم اب يعني تهيئه، ما ينفعش اخد الطفل على طول على الحصه الجديده، لازم اعمل له وورم اب او تهيئه للايه اللي خدناه قبل كده. احنا خدنا الحصه اللي فاتت اي كابيتال اي سمول، كابيتال سمول، اي كابيتال اي سمول، اي كابيتال اي سمول، وعرفنا ان الحرف ليه اسم نيم وليه ساوند صوت. ذا نيم اوف ذيس ليدر، اسم الحرف ده اي، دونت سي ايه، اي اي A capital A small. وعرفنا كمان ان الحرف ده ليه صوت. The sound of this letter A. A. The sound of this letter A. 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 Apple. A. A. Ant. Apple. A. A. Ant. The sound of this letter A. A. وتاني سيشن او تاني حصة اخدنا the letter B. The name of this letter B. B. B capital, B small. The letter B has two shapes. يعني ايه؟ حرف البي ليه شكلين. B capital, B small. واتفقنا ان capital يعني كبير وسمول يعني صغير، وقدام ان شاء الله لما نكبر شويه هنعرف امتى نحط الكابيتال وامتى نكتب السمول فين في السنتنس او في الجمل. B capital, B small. The name of this letter B. The sound of this letter ب ب ب ب ب بوك ب ب بوك ب ب بول ب ب بوكس. تمام، دول اول حصتين. النهارده معانا ميعادنا مع الحصه او السيشن نمبر 3، عندنا ليدر ايه، ليدر سي. اتفقنا قبل كده ان احنا بنعمل الحرف كابيتال وسمول في الصفحه عندي وبقسم الصفحه نصين. طيب هاو تو، هاو كان وي رايت ذا ليدر سي، يعني احنا ازاي نكتب حرف السي. ليدر سي لايك ا هاف سيركل، هاف سيركل يعني شبه نص دايره، سي نص دايره. اي دايره عندي اهي كامله؟ لا، انا هقسم الدايره نصين، هيعمل لي حرف الايه، هيعمل لي ليدر سي. يبقى ايه؟ ليدر سي لايك ا هاف سيركل، سي كابيتال سي سمول، وقلنا كابيتال يعني كبير وسمول يعني صغير. تمام، غلطة كبيرة بيقع فيها كتير من الناس ان بيعمل بيدي الطفل الكابيتال لوحده ويرجع يدي السمول لوحده، ممنوع منعا باتا. سي كابيتال سي سمول. ذا نيم اوف ذيس ليدر، خد بالك انا بشرح للانترناشونال وبشرح للغات والحكومي ومن فوق لتحت. ليه؟ لو انا ابني لغات ما يحبسش ان انا اكلمه عربي، لازم اقول له كده. ذا نيم اوف ذيس ليدر سي. ذا نيم اوف ذيس ليدر سي. ذيس از كابيتال سي. This is small c. C capital, C small. How to write the letter C? Letter C like a half circle. Like C, a letter C like a half circle. Half circle. C. 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 The name of this letter C. C. ده اللغات. العربي بقى الحكومي حرف C. دي اسم، اسمه ايه؟ سي كابيتال سي سمول، كابيتال يعني كبير وسمول يعني صغير. حرف السي شبه ايه؟ شبه نص الدايره، سي نص دايره، سي نص دايره. طيب ميعادنا مع ذا ساوند اوف ذيس ليدر، صوت الحرف ده ايه؟ ك ك ك ك كات، ك ك كار، ك ك كات، ك ك كار، ك ك كات، ك ك كار. يبقى the name of this letter C. The sound of this letter K. 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 Cat. K. K. Cat. K. K. Cat. ولو عندي صورة قطة هل أقطعها من كتاب وحطها له؟ طب بعرف أرسم، أرسم قطة وهكذا. K. K. Cat. K. K. Cat. K. K. Car. K. K. Car. يبقى the name of this letter C. The sound of this letter K. طب how to write the letter C؟ ازاي نكتبه؟ ادي عندي السطر اهو في الكراسه، وليكن يعني مش هنعرف نطلعها زي ما هي. طبعا
هنا بكتب له ذا كابيتال سي هنا، دايما الكابيتال ما بيعديش السطر اللي تحت، تمام، والسمول بتوين تو لاينز سي كابيتال سي سمول، وارجع بعد كده اكتب له الايه، اكتب له الاثنين في نفس الايه، في نفس السطر عشان يتعود ان الكابيتال لوحده والسمول لوحده لشكل، وبعد كده الاثنين مع بعض، تمام. سي كابيتال سي سمول، سي كابيتال سي سمول، سي كابيتال سي سمول. The C makes a sound k k k k k k k k cat k k car k k cat k k car. أرجع بقى أجيب من الأول تاني. The name of this letter A. A. The sound of this letter A. The sound of this letter B B B. A A apple. A A ant. B B ball. K k cat. أفضل أكرر. حد بيسألني يا مستر، هو الفيديوهات او الكورس اللي عندك زي كده بالظبط؟ الفيديو 5 دقايق. لا يا جماعه، ده يوتيوب وده فيسبوك، فدايما بحب اختصر، ما يستحيل الحصه كلها لو اونلاين الحصه الكورس بتبقى ساعه، لكن انا محتاج ان انا انجز عشان لو اولي امر دخل يبحث على الحرف ولقى الفيديو نص ساعه مش هيسمعه، فلازم يكون 5 دقايق 7 دقايق بالكثير عشان ما يزهقش، تمام. وبعد كده تكرر في البيت. خلصنا حرف السي، نرجع لحصه الايه العربي. خدنا اول حصه